استغاثت الفنانة في عبده مؤخرا من مشكلات صحية كتيرة، وصرحت بأنها تعاني من عمل تسبب لها في هذه الأزمات المتتابعة. وقالت في عبده: لأول مرة أطلع لجمهوري وأقول ارحموني، الحسد زاد عن حده معايا وتعبت، مش عايزة أضعف وأطلع أقول لهم أنا محسودة، أنا دايما واقفة زي الأسد. وقالت: أكيد 1000000% معمول لي عمل عشان ما اتحركش من السرير، ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك، أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة. وفجر أحمد الزواوي مفاجأة باعترافه باللجوء لعمل لعلم الفلك، وما أطلق عليه تسمية خادم للحصول على مستحقات مالية من الفنانة فيفي عبده، رفضت تسليمها له من عام 2017. وقال أحمد الزواوي في مداخلة مع الإعلامي السيد علي ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم: في طرق في إيدنا بنستغلها في حالة لما يكون لنا حق عند حد مش عارفين نحصل عليه بالقانون ولا بالأصول. بالرغم من ظروف في عبده على السوشيال ميديا، إلا إنها لها وعكات صحية عديدة، وانتشر صور في عبده خلال وعكاتها الصحية اللي تعرضت لها ولجأت لدخولها إلى المستشفى. ربنا يشفيها يا رب ويعافيها بإذن الله ويشفي كل عيان ومريض.